تحية أدبية عطرة تفوح بشذا الفتوة وسحر الكلام، نزفها إليكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الثقافية والإذاعة الأم وجميع محطات إذاعة الخدمة العمومية. مشاهدينا الأعزاء عبر شاشات القنوات الفضائية شنقيط، الوطنية، الساحل، مرحبا بكم في مستهل هذه المنصة التي يشرف معي على تنسيقها والإشراف عليها الأستاذ محفوظ والعبو عضو مجلس خبراء الفتوى. وكان من المفترض أن يكون ضمن ضيوف الليلة، لكن ظروفا صحية طارئة حالت دون ذلك. نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. تدخل هذه المنصة ضمن المسطرة البرامجية لإذاعة الثقافية التي يشرف عليها مجلس خبراء الفتوى، الذي تمت المصادقة على إنشائه من طرف مجلس إدارة إذاعة موريتانيا بتاريخ 3 ديسمبر 2020. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الثقافية والإذاعة الأم وجميع محطات إذاعة الخدمة العمومية، مشاهدينا عبر باقات الوطنية شنقيط الساحل، أهلا بكم بمنصة استديو الفتوة. يختلف مفهوم الفتوة من مجتمع لآخر باختلاف ثقافة المجتمعات، كما قد يختلف هذا المفهوم في ثقافة موريتانيا من منطقة لأخرى، إلا أنه يمكننا القول أن أغلب هذه المفاهيم يصب في بوتقة الكرم بجميع عناصره، مثل الجود والشجاعة والمجد والإيثار وجودة الخط والقدرة على قرض الشعر وحضور مجالس الطرب، إلى غير ذلك من الخلال التي يتصف بها الفتى. وقد حاول الكثير من الأدباء والشعراء تحديد صفات الفتى ومميزاته، وسنتطرق لذلك لاحقا بحول الله من خلال ضيوف هذه المنصة. ولمعرفة المزيد عن أبرز ملامح الفتوة وخصوصياتها في كل جهة من جهات الوطن، نستضيف لكم السادة الأساتذة الأستاذ أحمد واللبنو الإعلامي البارز والأديب، والأديب محمد والبوبة، طبعا جانب السن اتخذت معيار السن، والأديب وزميل الشيخ والسيد المختار وهو حفيد أحد أعلام الأدب وهو إربان والعمر والمحم. طبعا في الجانب الموسيقي معنا الفنانة القديرة والمتألقة دائما كمبان من تعلي وركان، وعلى جانب الأورج حمادي والسكابة والنقذي، وعلى آلة الإيقاع الطبل المشعشع. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا بكم ضيوفنا الكرام. كمبان شوفي باش لا يتحيي مستمعين ومشاهدينا. اي والله لان حي اولا بعد قال ان انتهز شوي الفرصه لنا لنا نشكر الجمهور جمهوريه الشعب الموريتاني على ذاك العدل معايا كامل ثاني ماني بصحه بين ما هو ذلك ان شاء الله، شاكرت عليهم كاملين، شاكر مالي الشعب الصحراوي على ذاك العدل اللي كامل وذاك الوسالي وذاك اللي دعالي من الله من الدعية كاملة، وشاكرتكم كامل، وشاكر تاكتم ولي على ذاك الكتب، شاكر أحمد، وشاكر العرف عنكم ولي انتم ولا تعد حضرت وتبارك الله بين ما يبقى حد، شاكرتهم ولا نعرف قاع شيء نقول لهم من الشكر بي اللي عاجز عنه والساني قال العرب العدل ودي ما قدنا، وهذا طبعا قدر بشي. هذا هو الظهور لك إعلامي عقب صحتك، هذا أول ظهور لي الحمد لله، هذا السبق للثقافية السبق لإذاعة الثقافية بحضورك حق الله راجل إن شاء الله عن نعود إن شاء الله عود حفل إن شاء الله مميز إن شاء الله، بسلم على هذا الشعراء اللي معايا الكبار ومرحبا بهم احنا الدقاع واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا هنا بعد عام وقطيعتنا ألا تودين لي بعد الرجوع بعد الرجوع يا دام ولا تقولين ما أخبار السفن إني المسافر المسافر في عينيك دون هدى مسافر مسافر عينيك دون هدى في عينيك دون هدى لا إله إلا الله أسكحت لا هي لا هي نبدو برك الحوار من اليمين بما أننا نبدأنا من اليمين أستاذ الشيخ لا هي نبدو معك شنو هي من درا أبرز ملامح الفتوة بالنسبة للمنطقة منطقة العصابة خاصة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا وسهلا شكرا الأستاذ الأديب والزميل محمد الأمين على هذه الاستضافة اللي كانت قارة فينا خصوصا مع هذه القامات السامقة اللي استضفتونا معها الليلة الأستاذ أحمد والأستاذ محمد والفنانة العظيمة كمبان من محمد العلي بركان اللي حقيقة الحمد لله حمد مولان على شفائها من لوعك الصحية اللي لمت بها أخيرا وحقيقة الأدب الفتوة تتميز بها جميع أنحاء موريتان ما فهم جهة من جهات الوطن ما تتميز بها بالفتوة لأن تبارك الله مجتمع فتوة احنا كاملين والفتوة تعريفها هي ما يتميز به الفتاة من حسن الخلق ومن استخبارية في جميع الميادين خصوصا الزوان والأغنى والشعر والتراميت وركوب الخيل جميع الأمور كاملة اللي تميز الفتاة هي اللي تميز الشخص هي الفتوة هي الفتوة وفي العصابة والله في الوسط الشرقي فهم كثير من أنواع الفتوة اللي ميزيك المنطقة خصوصا فيما يتعلق بالأدب الحساني وسنستطرد معك في الموضوع إن شاء الله في الحديث لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله شكرا جزيلا لك الشيخ والأستاذ المختار أهلا بكم أستاذ الأديب الإعلامي أحمد واللبن ومرحبا بكم في إذاعة استديو الفتوة وعبر أثير إذاعة الثقافية وجميع محطات الإذاعة. مرحبا بكم جميعا مرحبا هذه نورت القاعة كما يقال وليلة ليلة بهية وفضاء رحب في إذاعة موريتانيا في حضن الإذاعة الثقافية المولود الجديد اللي افتخرنا به كاملين وهامنا إن شاء الله يعود يرقى بينا وينهض الثقافة في بلد الثقافة إن شاء الله. وراني سابق هذا راني حامد المولانا اللي التقيت مع اختي هذه ورا قال لي صحتها النهارات الحمد لله اللي برات مهم اللي يدفع مولانا عنا ان شاء الله اللي بلو عنا المسلمين اللي نعود نقدم الجابر وجبرات عن قرب ولا فينا حد عاس من يمد يد اللوخه ان شاء الله. استاذ احمد شنو ابرز ملامح الفتوه بالنسبه عموما بعد وخاصه بالنسبه لتراز
على كل حال السؤال ذو شق واحد من اللي يتعلق بالثقافة في موريتانيا كاملة كما قال الأخ، وعنده ملي شق يتعلق بولاية تارزا. هي الثقافة هذه ثقافة مفهومها مفهوم عام، معناها عنها كل بلد من موريتانيا يتميز بخصوصيات ما هو عند الأخرى، وهذا سنة الله في خلقه، ما عند حد فيه شيء. هو اللي هم نستنطقوا احنا ركات ان شاء الله، ويستنطقوهم اللي قاعد وحدينا ورانا وواحدين فاتوا عدوا انتم معك في بداية تدشين الإذاعة. هذا اللي يتعلق بولاد تارزا، نقدر نجرد من عن أحمد دول لبنو إلينا نقول عنها ما فيها بيت ما هو بيت ثقافة. هذا منين نطيب فيه نعود ما أعطيتها حقها، ومنين اللي نسترسل فيه لا ما يبقى شيء ما قلته، باللي هي أرض حباها الله بمنطقة جغرافية تحسد عليها، هي القرب من هذا البحر الساحل والقرب من العاصمة السياسية، وهذا نسيم الساحلية اللي جيها هاب عليها مهدر ما رادوا شي، تضاريس زينة موكا شي من الزينات الحمر الزينات الذهبيات، وشي من الغطاء النباتي الزين اللي متناغم زيراته مع شمامته. وفهم هذه العلوم قاعد بعد على الناس كاملة، ما خارج حد ما عند العلوم، يغير فهم هذا علم المنطق اللي شاع فيها أكثر من عن غيره من البلاد الأخرى. وهم هذا فهم مولي هذا الغذاء من الناحية الصحية، غذاء هي غذاء معتدل يعدلوا العيش والبارد، وهذا العيش البارد ينفع في الطبيعة الأربعة، وطبيعي الأربعة قال لك ما داخل في تفصيله الطبي، غير مثلا عن العيش ركاتي، لأن قيد ذاك بشي عن العيش إلى عاد ما يدوم بالبن الفقار متاديته مسخنة لا يعود العيش الزين، ويعود معلوم معلوم في نمو العقل والاتزان، اتزان الروح والرقاد الزين اللي أمه هناك، وقل تشين الصنعة يوسع الأخلاق هناك سمعته. من باب الصيكان العلوم والأدب والغناء لا أحدث عنه ولا حرج. من دركانكم استحضر حال النص فيقعد للفتوة لعلمات الفتوة. والله حالا ذكرت تاه مختار الحامد رحمة الله عليه والمختار الميداح رحمة الله عليهما وعلى الجميع، لأن بارك أبيات يغنون عن الاسترسال، فبنا لقاع وقتنا محدود كاملين، يغنون عن الاسترسال في الدليل على الفتوة. قالوا ألا يا ابن مداح الرسول ويا هو ويا من مناويه قد انهار في هو، ونلت بحمد الله على المدح قوة، ولا حول إلا بالإله ولا قوة، يا ما شد المختار يوما بجنبه غزال أحم المقلتين له حوة، ترى كل أواه يئن تأوها فمهما تغنى قال كل فتى أوة، قد انعقد الإجماع أنك هنا فتى وأنك قد تمت لك الهو هنا توة. اسكت قد انعقد الإجماع أنك فتى هنا وأنك قد تمت لك قد انعقد الإجماع أنك هنا فتى وأنك قد تمت لك الفو هنا توة. أهلا بكم أستاذ لطيف محمد البوبة، ونختار نقول عن محمد البوبة هذا بعد يجسد الفتوة، عنه هو عسكري بعد ويزاول المهنة برك، وهو اللي مهتم بهذا الجانب الآخر، هذا بحد ذاته بعد فتوة. نختارك تعرفنا على الفتوة وملامحها في الوسط، والله ما بعد من الوسط ولاية هدرا الشمال موريتانيا. شكرا. أولا بعد سابق نجاوب على السؤال، شاكرك أنت على الاستضافة وشاكر الثقافي على هذه الجهود الحثيثة اللي تعدل من أجل نفض الغبار عن تراثنا، وشاكرك مولي على استضافتي مع هذا الأدباء وهذه الفنانة العظيمة. شكرا. جواب على سؤالك،
فعلا موريتانيا كامل فيها هاي الثقافة وفيها الفتوة كيف قالك. والفتوة أصلا تبتنا أولا على شيء قالوا الكرم والجود، وراني دائما نعد الفرق بين الكرم والجود، راهم الناس شاكانوا معناهم واحد ومعناهم ما واحد، هما صفات الله تبارك وتعالى. الكرم هو العطاء بعد الطلب، والجود هو العطاء قبل الطلب. فعلا في منطقة أدرار معروفة عن هاي المنطقة، عندها نفس المميزات اللي عندهم كاملين يا قيرم، اللي هي تتميز في شيء قالوا الكرم، كرم الضيافة خاصة، وتتميز بياسر من أنقانو دنف يا قير، بعد هذه حقيقة. فم الصا ينضاف على 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 الفتوة، على أن رجاج يالطي عود، كل فن عنده منه مثلا رصيد، الرماية وركوب الخيل والإعراب والشعر وحتى صوان ملي. وهذه بعد هي أصلا مميزات الفتوة في أنحاء موريتانيا كاملة، كلهم عندهم منه نصيب لا يستهان به. بدرك عنك تحكي لنا هنا نموذج عندي نص الفتوة. عندي نص ما هو في المقام قد نحكيه فتوة ما هو في المقام بعد من اللي بتيت يقال طيت الحاني لا نرجع له إن شاء الله. نختار الشير فقط عن الأستاذ محمد، عنده قدر من أدب النخيل، وزن إن شاء الله لا ينطرقون بهاللي حد لا يكلم أحد من لا يتدرى لا بتاعد والله عند الدراية بالنخيل. كمبان لا هي تقول لنا شور هون عدو أنا كنت شور الصاد شور هو هذا صاد شوركم كاملين. الله يا الله ما هو يا الله 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 أنا أبويا يا قوي وفرق عيدات جبر تنزاو صبي وصبي وانا صبي وصبي وعاد بالذاتي ابو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Thank you.
شوي برنامجنا الزين اللي برنامجنا أخوتي برنامجنا بعد اللي برنامجنا بعد اللي برنامجنا بعد اللي طوه الزين الليلة ما هو طوه الزين الليلة ما هو استغفر الله الا ذي لا بد من لقاء استغفر الله الا استغفر الله الذي لا بد من لقاه استغفر الله الا الذي لا بد من لقاه يا الله يا الله يا الله قد الله الله يا الله ذاك الهول الطاير شمعه ذاك الهول الطاير شمعه والشعر فاح والشعر فاح شذاه والشعر فاح شذاه شهدت بما اسمعه يا عقلي وما اراه شهدت بما اسمعه يا عقلي وما اراه يا عقلي وما اراه شهدت بما اسمعه يا عقلي بما أراه يا عقلي بما أراه يا الله يا الله قولي قولي كمبان حسك زين ولاهي عبرة يا كمبان وهذا ما هو حسك زين ولاهي عبرة يا كمبان هذا ما هو يا كمبان ولاهي هذا منوجر وانتي سطرة حسك مولانا حلاه شنو منوجر وانتي سطرة حسك مولانا علاه منوجر وانتي يا سطرة حسك مولانا علاه الله حلاه مولانا حلاه يا الله الله يا الله يا الله زين حتى لا قرب الليلة لعزم كذان زين دور الفتوة توف ذاك يعود فيها 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 خير يعود بجاه حد دور الفتية توف الفتوة حد دور الفتوة توف حد دور الفتوة توف فيها خير يعود بجاه فيها خير يعود بجاه وبعلمه وبدينه معروف وبعلمه وبدينه معروف ايه وبعلمه وبدينه معروف ذيك يا مارة تنزاه ذيك يا مارة تنزاه ذاك هو مارة تنزاه يا الله يا الله يا الله بس كحت إذن دهنجس هو المقام والي لازلتم مستمعين عبر أثير الثقافية وأثير إذاعة الأم وجميع محطات إذاعة الخدمة العمومية ومشاهدين عبر قنوات شنقيط والوطنية والساحل تتابعنا في هذه المنصة المباشرة والتي تتناول ملامح أبرز ملامح الفتوة عودة لكم أستاذ الشيخ الله يتابعون بالنينوفيتو قبيل ما تقولتون أبرز خصائص الفتوة في ذيك المنطقة الشرقية أساسا خير الله تعلن والعادة فهم اللي نماذج ملدد زي ما اللي تسمعوا منها صح زين قلت تعلن الفتوة في موريتانيا كاملة ما هي خاصة بولاية عن ولاية ولا عن منطقة عن منطقة لأنه شعب واحد وثقافته واحدة تضاريسه واحدة والله شبه واحدة وبالتالي هو كامل ثقافته مشتركة ما عندي ميزة أبدا المكان عن المكان أبدا كل اللهم الميزة اللي ذكرها الأستاذ أحمد وأنا أتفق معه فيها اللي طموا لنا ذيك الجهة الأخرى على كل حال كنت المقنع بحكي بيات قبيلة باطل الشاعر محمد والإمام هو من وسطنا الثقافي الشعري الأدبي خصوصا الفصيح الله أبا القلب
أبى القلب أن يشتاق من كبر إلا إذا البرق في أرجاء مظلمة ألا متى لاح وهنا في شماريخ ودقه تذكر له والغيد والعهد والإلا مهما دعا الداعي إلى مجلس الصبا أشار إليه الشيب من حينه ألا فلا يبقى إلا أن يجاب دعاؤه وإلا فلا حول ولا قوة إلا زين حد كمبان لا هي تقولين إيش فاغولا بدأت سنتي أنتي والله إذا فاغول درت الله الله الخيل والليل والبيداء والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم والسيف والرمح والقرطاس 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 والقلم والسيف والرمح والقرطاس 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 القلم خلوكم فما لا خلوك حلات مشان خلوك حلنا إلينا نرجع لكم الله يا عمري كيف قلتوا انتم الاستاذ احمد الفتوى عامه وشعر موريتاني قلت قاعد عنه ان شاء الله نستفتي كامل ولا ادل على ذلك مثلا من اختلاف الوظائف وذا كامل الناس كامله ما شاء الله تذوق الفتوى يا خير خالك شي مولي مسلمات والله شبه مسلمات عند اللي قال له تشيتينيت والمهاره فيها عنه اكثر هو في المنطقه الشرقيه هذا مميزه ما معناه انا ما في المناطق الاخرى القراءه مميزه التدينيت المهاره فيها عنها في المنطقه الشرقيه هذا من المسلمات كيف قال الاستاذ احمد قبيل المنطق كانت والده محمد احمد راه تقول لك المنطق عندنا لكن يكون يقول احنا ضرك شراب الماء فاهم المنطق ملي كان في المنطقه اللي لا زاد هو ملي ماشي بالتالي هو اللي ندور المتلقي يستفيد من ذيك الأمور اللي ما أعرف ذاك فهمته ده هو اللي كنت والله أتفق معك خصوصيات هو طبعا الفتوة معروفة الفتوة صفة عامة معروفة غير نختار مستقال لين جمهور محمد في قضية النخيل والنخل ومراحل قيضنا كامل ثقافة بحد ذاته وخاصة من اللي به جهة بالتالي لعدت قد عندك نص لحد من كل دباء معرف به الفتوة زي أنا عندي تحكي لعدت مستحضره والله مولي ذم حد يستذكر الفخر خصوصا في هذا المقام الله الله عن ذم حد يفتخر بشمنا ملامح الفتوة والله زي ما اللي عندي تذكره اللي تقول والله بتفق معاكم في الجزئيات كاملة في الثقافة انها تجمعنا كاملين وان الموريتاني كاملين فيهم وان إله هو بوابة اللغة العربية وان المنطق دائما كثير وان التدني تق خالقه يا خير ما أت والله قال خالقه جزئية معني قابلها ان إله هم اللي ما فيه أصوان إله فيه أصوان زي ذاك ما قلت شو ذاك ما قلت شيخ لا أنا قلت لك عن هو تميزه تميز عن ذم متميزين كاملين تبارك الله متميزين ما شاء الله عين على ذاك مفهوم تميز عين على التميز اللي حكرت الإيجابي الإيجابي طبعا والله ذم كل منطقة عندها خصائص فاهم خص بها هي الله ذاك فهمته غير تلاك الشيء ما بيتوف والله أنت تعرف أنك بطاقتني بي اللي ما حضرت وبالتالي لا لهيت نبني معنا ذكر لك نص والله يعرف الفتوة والله أستاذ أحمد لا نقول لكم نفس اللي قلته وراك قضيت عنكم تسترسلوا توف ذيك المفاهيم السلام عليكم مرة أخرى أنا احنا الليلة من افتحنا مجال الفتوة
يا رتنا ما نبعدوا عنه لين نستكملوا. انا ما قد وقع نستوفاه غير نستزادوا منه. لا كوري تواسع الفتوة يسوى قاعة منين عند هذيك الملامح اللي قلته والمقومات اللي نعرفه كاملين، ويغير بعد أساسها أن يعود رجاج من المكارم الأخلاق. هي مكارم الأخلاق هذه تبدع على النخوة والتفقريش والتعربيت والتزاويت، وإذا قاعد بعد على شرائح المجتمع كامل، المجتمع الموريتاني كامل كله، كل شريحة منه فيها ذاك اللي في الأخرى. هذا رواية بحالته خارج قصة خصوصيات يعطيهم مولانا الأرواقيج اللي هي الكرش تخلي السباغة والدباغة. أرواقيج أولاد مرأة وراجل، ما سواهم مولانا؟ فيهم اللي عود عالم، وفيهم اللي عود فيسد، وفيهم اللي عود متين راع، وفيهم اللي عود عنده الدنيا، وفيهم اللي عود ما عندهش. هذا تلك سنة الله في خلقه، تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض، والمزية لا تقتضي الأفضلية. احنا عندنا الخضر عليه السلام وموسى، وعندنا سليمان، هذا بعطيهم قد تأصيل الرواية قاع سابق موريتاني، وعندنا سليمان بن داود اللي طلب مولانا عنه يعطيه الشي ما طاه لمدة حد أخر، ولا يعطيه من بعده الريح والجن. سليمان بن داود ما هو خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعيد فيه قاع. أفضل مزية سليمان لا تقتضي عنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسلمات يا أخوتي يا رتنا نعودوا نعرفوهم ونعودوا مداخلنا الإعلام من شيء. أنا إلى صد شوري صحفي وقال لي عنه أخبر مني هنا شرط الأخبار، وعود أخبرني هنا شرط الأخبار، ما يدخل منها الإعلام؟ إلى صد شوري واحد عنه منتج أكثر من إنتاج، ما تدخلني منها الإعلام؟ يا أخوتي خلونا نتقدموا شوي، نعودوا ما فينا حد عاسم من الآخر ولا يقول ذاك اللي كل ولاية من ولايات موريتانيا هذا وعطاها مولانا شيء ما أعطاه الأخرى. حقبات وهذا ما عند حد في شو ما كان أعطاه ربك محظورة. حقبات إذا من آدم ليه يتكلم عن النخل؟ إحنا ما فينا من النخل، ما هو شيء محدود عندنا دي عنه نخل تتقند خلو للخو ونخلو للخو لكن مزين لا يجو خل يا أحمد خل بقى ما يعني بالصوصية غير ندون نقول عنه هلا ما وفرة النخل كثافة النخل ما هي عندنا؟ زين 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 إحنا عندنا إيروار اللي فيه العلك لا الحق قد إشبار ولايات أخرى تغير بعد كثافة إيروار والعلك وتجارة الصمغ العربي انعرفت لا ولاية تارزة وهذا ما هو عني مفتخر به. المهم عني أنا هون ما عني متكلم مفهوم جهوي لا غير متكلم مفهوم عنا يا رتنا عدنا نتم ونتكلموا بصراحة. إياك يا أخوتي نقدر نتكلم التاريخ نعود وإحنا هم اللي متكلمين عن بعض صناع تاريخ وصناع ثقافة وحضنة ثقافة وتاريخ. جيد أنا عارف تعود هذا بأمانة ونزاهة. وانبتات من الأصل الطيب لله والكنايات عنه هم اللي وسن الناس تقول عن هذه المنطقة عنها غامضة. هو ما فيها غموض، هو فهم شي من الكنايات وشي من الإشارات وشي من الإيماءات وشي من السكوت قاع عن باطل عنه شي من المسكوت عنه يخلق هذا طبعا معدل مولانا ذو الناس. ولا هو قد حل الآخرين ولا هو شكر لهم عليهم قال هذا الشيء عدل مولانا بحاته. واضح واضح واضح. لا هي نقبل لك لا يقول فقد يبطل علي فيها والكلام هو كامل ينقال. الشورى الذي كالحومة محمد قلت لك من غد بالعكاك كون تجولي حقارة هاك وكراع قي قنبي كياك تجوليهم هما يلبال وربق فال وذا ماني شاك عنه يقدر يخلق وش قال تحقرني حقارة لذاك وكراع قي قنبي وربق فال الشورى الذي كالحومة وقبل الساحل من فم قبال وهما يلعقر لهم والكلام هرو كامل ينقال. لا يقول في شمامة من الشرق وإذا أنت تعرفه لا يقول مرحبتي بكم مجتمعين وسوى ما هي قاعد دايمين تظهار في الساعة والحين اللي خالق اليد ويرات أهل خيل السيد اليمين ويا دياره للدخل الإخرات ويا جتشين ومسي اللورين ويا ببارات والمبارات ويا قفر وتنجي الدر والصاقي الز وقتكم باللي عاتبرت والأخلاق في الأخلاق قولوا لي الأخلاق شو سا ما دي من زن. لا يقول محمد بابا لا يقول محمد بابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة مشرع الحجار غلبني الصون دمي عنده من هون ودون
هذا الإنسان كتل من المشاعر قد اللي حق من الطيب، لا بد من يبكي ويحزن ولا بد من يتحرك حركات مهمة. أنا كانت إذا سمعت ردة زينة عندي ولا شيء، قد حركك راعي صبعك راعي ولا ما هو بغرضي أمتمني. مشرع الحجار غلبني الصون دمي عنده من هون ودونه مع دار النخل مقرون دلالي رخو ما صابوا غير من آدم كيه ممكون يسدر في ديار أحبابه لما شابه منه يكون الدمعة معلوم حجابه والنخلة ومشير على الحجار اللي من دمعي ما جابوا بيه وخط اليوم على دار دي تشيم وراحت بقابه ما لي وزن زين حتى اللي ندور نقول هناتي عن احنا إلهي الكنايات وياك ناتج عن الطبع. الناس ثقافتهم مستمدة من ثقافة القرآن العظيم ومن السنة المطهرة ومن السيرة النبوية ومن ثقافة السلف الصالح كامل، وهذا هو من هو يكمل فيه اللي قاله الطيب. خالق بدا منهم جاءه وفد، جاءه وفد من أين جاءه وفد؟ الناس متفقة عليه تلقائيا على عن الإحسان يعدل توف تلقائيا، ما قال حد كلمة، ما قال يعطونا الشراب، ما قال هذا فيه السكر، ما قال هذا تاي مجهد والله ما به ذاك، لا هي شي كامل بحالته. من أين وفد الوفد من الذي عدل صاع وترك مشاة الناس اللي ما هي بيارتها تبقى مع الوفد، وطاموا لي أنا عن خالق الطفيل بقى وفهم والده مع الناس وتهيوا وكلي الشاشرة توف قام بوه قاعد وتنكر له، قال له واحد من القوم انت منين صعنا قبلاتي تركة كاملية ما تصعوا الطفيل منين فات مشاة الناس، قال له يا خي ما أفطنت له لين فات انقفار الفم، ومنين انقفار الفم ما اخترت نسيع عليه هو من قد الناحية التربوية مولي، ما اخترت نعقده وصعوا قدام الناس ورايك مولي نتهي وكل وكيل الشاشة ما اخترت قاعد حد يعرف عنه قارش ليش. لكن الفكرة وصلت. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. أهلا بكم الأديب محمد. أهلا وسهلا. لا هي تفضل. كيف قلت باط على منطقة تدرار ولا كيف قاع المناطق كاملة موريتان تتميز بهذا اللي هو صفة باع موريتان كامل اللي هو الكرم والجود، ولذلك لا أدل على ذلك من كلمة الأمير في اندر اللي قال مارت عندي يعني مقبول وكل واحد كيف ما قط كان يكون في شماع. وعندي بعض تعريف سمعوني فاقوا شوي لأن حكي طلعت البتيت هون. زين بعد هذه تعريف الفتوة. الله يا عمري. تقول الناس تقول الفتوة غير الفتوة ما يقدر معناها يخسر ذا هو معناها ما يقدر يخسر. الناس تقول الفتوة غير الفتوة ما يقدر معناها يخسر ذا هو معناها ما يقدر يخسر، وهذا اشتقاقا من باط بناء على ما قاله جل وعلا في الفتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وإقاموا وقالوا ربنا رب السماء. الفتوة هي رصيد من الإيمان كبير وتوحيد وإيمان بالإله المجيد والرسل واللي جايب فر خاتم الأنبياء ذاك أكيد رحمة للعالمين والسر سبت قاع وذبيه الشيد أخلاقت للجو أخلاقت للوجود البر واتباع السنة وكريد نوء تورسها بذراع وبشبر. الفتوة هي رصيد من الإيمان كبير وتوحيد وإيمان بالإله المجيد والرسل واللي جايب فر خاتم الأنبياء ذاك أكيد رحمة للعالمين والسر سبت قاع وذبيه الشيد أخلاقت الوجود البر واتباع السنة وكريد تورسها بذراع وبشبر. عين الفتوة لين تزيد بالعلم معاها أخلاق تبر مع كرم وجود ومذيل حسن الخلق اللي ما ينقر واتباع الرأي السديد والوقوف الفوق مع زر اللي فيه الحق وتشييد بنفع الفاصل والمعسر معالي الأمور وتأييد دون الحسد الكامل مخبر. هذا هو بيت القصيد في الفتوة والبيه تجر. الناس تقول الفتوة قيل الفتوة ما يقدر معناه يخسر له هو معناه ما يقدر يخسر. زين حتى زين حتى هاي طلع الصهون الفخرة علينا الموريتاني بعض كاملة قاع يقول أصالة المروة والدين والعلم مع مقام وشان ما يجبروا بين البحرين تلو الخاطي موريتان موريتان موريتاني ربية الأمجاد والنخوة والعلم والأجواد والكرم اللي ما هو معتاد وشقراج الدين والإيمان للصيد اللي قرست الأجداد في ذراري موريتان بشان ما صقول وتركوه الأولاد شيئا في ذراري موريتان ديوان من المجد وتلاد موريتان تقود وبعنان موروث من أسياد علمة موريتان الفتيان
الرجل والزعمة في بلاد موريتانيا الشان المصان بالدين المصقول وذوتات الأخلاق الزينين وبركان شرع الله لأنه ما حاد موريتان ولا هي بهتان بل العلم تجيل ولا تصدر من علم كلتان موريتان العلم ومداد معالي الأمور والأحسان موريتان الشعب المنقاد قاعد بسيرة سيد عدنان في الدارين اللي عنده من زاد في الدارين اللي قال السبحان في القرآن والشعب اللي جاد بماله وبماله في الكرم وحرنان على المروه فوق حداد معالي الأمور وميزان الشرع ولا يقبل فساد موريتان في الأخلاق أعيان حفظ الجار وحفظ الوداد موريتان في شعب وعنوان الشعب اللي يوم الجلاد شجعان وفرسان الميدان هذا تشهد به الجياد والعيس ويشهد به قران وديان الخروب هذا تشهد به الجياد والعيس الله لا يقلق هالك هذا تشهد به الجياد والعيس وتشهد به قران وديان الخروب ومهاد راس الفيل وتشهد بقران وتشهد بركان القويشيش وتشهد حساد موريتان تكرر بلسان أصالة المروه والدين اللي ثمرت مقام وشان هذا ما يورى مخاطي تلف ذلالي موريتان أصالة المروه والدين العب مع مقام وشان هذا ما تجبرهم بلين بحرين تلف الخاطي موريتان بس كحتى لا هي داي نحكي هون في المقامة معلقة الأستاذ الأديب مد والعلم بطالب يقول فيها قدر من الفتوة يا الناس اللي ما لنا سامين لاحق فيكم عسة الملاح فاش توكلوا عرض الناس الاخرين باسواغا والكذب التلتاح عسة تطيحهم العينين ذا ما يطيحكم الفاطة هو الكلام رظهر شيء سوقع الى عاد مزاح غيري لعاد هامكم شي زين قابحوا به ميدان القباح ويتمن لا يطيح في الاذنين اللي في الاذنين ما قطاه راهو ذاك اللي كنتوا واكلين من غيبة الناس يدور يقماح ومضاربكم معانا الاذنين قدمونا منكم عين المراح عدتوا باليم الكبير جايين ما نخيبوه ذا الجايين بيه صاح قوموا نعتين الزر لمتين زر لكتوه مع زر للواح كيف تف العراب ابيات زينين قاسي من قصايد المصباح وكيف التمييز التبيين بين الافعال المعتلين والصحاح مثال وجوه في ناقص مسيكين لفيف بنواع الاذنين صح مفروق ومقرون ذاك بعد زين على اولاد العرب كان لقحاح ولا بغيتو يم الفقه في الدين واجب وممنوع ويم مباح كيف تباب الذبح ذباب هين غير زاد من اللي باب طياح واللي قط قال فيه ذو النورين واللي قال فيه للجراح واللي قالوا لهم المتعدلين فيه اللي هما قاع مفتاح العلم وقول لقطاب الاخرين والبونه والعبد الفتاح ودواوين الشيخ ملعينين بيت العلم الزين والصلاه هذا لعتو اللي جايين به ومتقدمين القباح مرحبا بكم وخرت لين واللي ما سند ذراع نطاح ولعتو ذاك ناشطين وابدا قلتو لنا زاد وراح ويمكم ولا يم تبيضين والتمشرير عليهم تزداح عيطوا مغنيكم كاملين وعسوا لا نقيم فيهم النواح ايه كمبان عيطوا مغنيكم كاملين وعسوا لا نقيم فيهم النواح معروف اصلي بالدريز لمتين انا هو رفاد الارواح نباني حاكات في الضيوين محوصين الميدا وعنده للشيخ وحنك تباردين تكيبر نصنت اللمداح وقابحت في خيامي قاون اخرين ولا نرتمح بعيد في الرماح ايه كمبار والبرمي لاقي متزينين فاصلوا ولا عاد صولاح فاصلوا ومفاصل منين يبكم ومنين يقي منواح وتقدوا تسولوا المغنين عني في الموج بلا اللي باح قاطعت اولاد هالدار الاذنين وجيتهم بيها لا تقراه وقاطعت في البكار عابدين ذو هم المغنين الصحاح وذو البتوتة بتوتي كاملين ما فيهم الخابط فيه الجناح قلت الكرز وقلت التهيدين وطلع والمدايح والمداح وذرعت وشبحت في الموزون لين بحيت لين اللي بقيت باح ولكم راني خطيت خطين فيهم الموج بلا قد يضاح ولعدتوا مانكم قادين روحوا روسكم خير حد يستراح سكتوا عنا وإحنا ساكتين عنكم ومطالبين اسمع كمان يقولون ليش
للأمانة العلمية توه فلا نقول عن لو كنا قاع عالم أربعة شخصيا كنت عالم ب ب بقاع في المد هذا قطع عني ما نقول شيء في الفتوى به اللي أحسم أحسم أحسمها ما خلى فيش نختار أنا نقول مديحيهم شوي ما يطويله توف ما يقد حد يجي كلمة حرص الله يهدنا ننصر الدين وننصر الصادق المصدوق الأمين وننصرهم اللي كاملين الله يهدنا ننصر الدين وننصر الصادق المصدوق الأمين وننصرهم اللي لفوق باقين وجميل الناس في الريح الأخرى وعندنا الهباش كابرين قاطعين ونعقب الشفرة اللال الشفرة والكل شمد قادة عندنا واللين ولا قد تسمعنا عن ليلى يا ليلى لا 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 يا والكرشة بالقادة عندنا واللين ولا قد تسمعنا عن الكسرة ولا قمر منا حد عينين وبلا بلد فينا العين الحمراء واخسر من لبن الرحيل كاملين وبلك كاملين من فارق امره ولا انا خايفين ولا انا طامعين ولا انا جميل حد بعر زي الحد زين حتى ننقصوا المقام مالي الله لا تحضر طهنا هاكم بان أفقدوك العينين تهروب الصا من البال من عين أفقدوك العينين تهروب الصا من البال 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 هروب الصا من البال من عين التربين ضرك التربين ضرك التربين يا غير الصم الهروب منين يا غير الصم الهروب منين يا غير الصم الهروب منين
هولك منكر البيق زين، هولك منكر البيق زين، الله لا ضر وباس العين، آه الله لا ضر وباس العين، 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 الهروب الصعب من البال 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 الهروب الصعب من البال من أي من عمري روسا من البال من اي. عندك منجاع في الهول حسين، منجاع في الهول حسين، عندك منجاع في الهول حسين، لا ضر وقع باس العينين، 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 الهروب الصعب للبال البال 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 البال، الهروب الصعب للبال بنين. زين حتى لان توجهكم استاذ احمد تقول تقول المقام مالي لعدته نظام الربح والله تفضل تفضل هذه سبقة في الهول الزين، هذه سبقة في الهول الزين، هذه سبقة في الهول الزين، راهي حلقة فيكم اليدين، راهي حلقة فيكم اليدين، زوين حتى زوين، راهي حلقة حلقة حلقة، راهي حلقة فيكم اليدين، هروب الصعب للبث غير هروب الصعب للبال البال 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 قابك نبغوك يا ابو يا زين، الغرور نجوك نحن الاثنين، هيا الغرور نجوك نحن الاثنين، الغرور نجوك نحن الاثنين، الغرور نجوك نحن الاثنين، الهروب الصعب من البال 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 البال، الهروب الصعب من البال حتى انا شرف لي حتى حتى انا شرف لي حسك لو فرنا احنا في يمين، حسك لو فرنا احنا في يمين، يكون تبر معدل زين، 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 الهروب الصعب أبن البال مني، لا إلا ما معقول بيزن مجلس من الشي، مجلس مجلس من الشي ما تقون وزين، مجلس من الشي ما تقون وزين، مجلس من الشي ما تقون وزين، السائل من هذا المكان، مجلس من الشي ما تقون وزين، فيها لا شي من المغني، فيها لا شي من المغني، فيها لا شي من بقاني، فيها لا شي من بقاني، فيها لا شي من بقاني الحق، فيها لا شي من بقاني، الهروب الصعب من البال من اي، لازم في برنامج زين في انت يوم الاثنين، لازم في برنامج زين في انت وما ادري فيه انت جات 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 الكمبان جات الكمبان من المغنين ابنت كيفان والله قافين جات الكمبان من المغنين جات الكمبان
كان من المغنين. والله جاوا الكمبان من المغنين. أذريت كيفان والله قافين. أذريت كيفان والله قافين. نهروب الصا من الباب. زين حتى أستاذ أحمدو عودة لكم في خلق مسلمات عنهم الفتوة عندكم وعند ما شاء الله قاعد جماعة كامل قد لا تكون مسلمات لدى المشاهد أو المستمع، بالتالي نختاركم تبدو من ذاك اللي معروف، ذاك اللي من الفتوة معروف، وتعودوا تقيسوا الخصائص الأخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. نختار نعرج شوي على 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 الشيء هو المحك الأصلي للفتوة في مناطق موريتانيا كاع كاملة. يعني نختار شوي نتكلم على اللي يتعلق منه تلارزة. والله أنا قبيل قلت عن المنطقة هالكنايات هالكنايات وهالطيب، وقلت عن ذاك الطيب عنه جار أطرافه على جميع مناحي الحياة. كان الهول اختار بعض نرجع شوي لملاحظة قلتها تقبيلات نوضحها للناس لعل يشكوا عنها وآخرها هكذا. ذي المنطقة الهون ازدهرت فيها التيدنيت وازدهر فيها آردين، يا غير الهول وإن كان في بعض المناطق خلات بلا هول بلاط. أنا سمعت النتيجة الياس من العوامل الاجتماعية وتعرفوها تاريخية هلو، لكن الطيب اللي خالق للفنانين زاد هم هلي الله يقولوا عنا هرقا جات عود مغطي مثلا اللي عنده ما هو باث للناس، إذا عاد اللي يخبط الخبيط الزين ما يعود مشيه للناس ما مثلا منعته حتى ولا يجدوا للناس عنه خباط، ولا عاد اللي يحسوا زين ما ينعت الناس عنه ما اللي زين يحسوا. كيف تاش كيف تعودان العالم منهم ما تقدر تعرف إذا كانوا قاع عالم ما هو لا فرفرتوا حتى ولا فرفرتهم اللي قاع قد ما يستمر معك في ذاك اللي عندهم العلم حتى مشكلة صح. سمعتوا وهذا كامل اللي طيب، لأن إحنا عندنا ملقى تاريخي قاعد تخلق بين مولود والأحمد الجواد والمختار الحمين. رواية مشهورة مختار الحمين كان شايف رافقة حكمان، والله من الناس ماشي رافقة، الناس كانت تجيب الزرع من شور شمامة وتطلع به له وتلاطم مع مولود جاي لحي منهم هما اليعقوبيين، وتعرف رواية مولود إذا جاي لمدة يسوى من هي قاعد تعود رواية وهو قاعد رواية وش قال جاي لليعقوبيين. أنا ما قد نقول مولود والمختار الحمين هكذا ما قلت شيء سوشنه بيدي هو خيرت بهم علما وتقا وورعا ومكارم أخلاق. تو المهم عنا هذا من قد خصوصية عنهم هم التخفي ولا ينعتوا ذاك اللي عندهم، وبات مناورة ما هي معتادة بين مولود هو والرجال فماتي ونطرح فيها ياسر من الأسئلة وياسر من روايات النوازل والعلم جميع مناحي العلم. والمختار برك عند مادة أخرى وجاب لهم أعطاهم نفكتين يعدلوهم له وقال لهم عن واحدة باطلة عنها تعدل بطريقة تعرف مديمونة، معنى عليك النفقة الثانية للناس اللي أعطاهم يعدلوا العيش والأخرى النفقة اللي أعطيها تجي هو. وفندي عن العلم به حد من الجماعة فماتي عن فهم ضيف وتوف واستدرجوا عنه قيس عطى شيء ممتنع عنه قيس الخيمة هذه اللي فيها مولود وتوفوا عقب جبع وتبارفق قبل الساحل. وتعرف الناس يكسع الخمول وتوف تم لا يصنت كيف الناس كاملين إن عاد مولود قالوا عن مولود يالتو يرقد يستراح قهوه هو لامت ما رفقهم
وتهباطل يسولوا طرح ليها اسئله قال له يا كانوا من اهل المعقول قال له عنه اللي هاك الله عنه يقول بعد شوي فهمتك توه حكى عليها بيات من الشعر قط قالهم للفنانه ولا منين حكاهم عليه عرف عنه هو رصف شوو وشم بكل اللي عليه وتيسلم عليه تيوجل له باط اللي يعرف ذاك وتو المهم عنهم تعال هو تم لينا جات النفقة مرفودة قالت وين هو صاحب العيش قام مولود وقال لها صاحب العيش أنا وأنه هو صاحب العيش ذو وقع مثلا لكن معنا وتوفوا وفات الجماعة هنا جات الجماعة هنا هذا اللي حكيت لكم ماركاتي يقدوا تابعون ماركاتي واحدين في الراديو والصبح في التلفزة ويقولوا عنه لا معنى له لكن فهمتوا يغير هو بعد شيء هو بعد قصة فيها ما فيها من 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 النكران الذات ومن الطيب ومن 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 هضم النفس لك سمعتوا لا نرجع شوي للتدنيت لا نقول عن ذي الأرض لا عنها كانت فيها علي ولي الميداع رائد التدنيت كيف تعرف كيف تاش كيف ذاك اللي كان يعدل امرؤ القيس من الاختراعات السابقة الشعراء الاخرين اللي تلبوه كيف تشبيه شيئين بشيئين وتشبيه أربعة بأربعة إلى آخره الاختراعات اللي عدل امرؤ القيس سمعته وجه سيد محمد البوبان ورا ذاك اللي هو أبدع شيء من الإبداع ما هو معتاد هو خاله وجه سويدي ولي البوبان وجه محمد القريب شنو نقول لك جاوا المختارات مختار الميداع يرحمه المختار البوبان وأحمد ساون البوبان ومحمد يحيى البوبان هذا شيء من الناس الخباطة كاملة غير هذا ما هو مدفوع للناس في الرقبة لك سمعته ومن خلقت التسجيلات هون تسجيلات للاعة اكتفاء والقوم هذا اللي هو المختار البوبان والمختار الميداع اكتفاء بالدروس اللي عدلوا في 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 للاعة ورا ذاك من يكبروا ما طاعت لهم أنفسهم عنهم يتلاو قاعد يظهروا في الإعلام ومن جاءت التلفزة اللي طالبت منهم الناس مازال أحياء ذيك الساعة طالبت منهم الإدارات عنهم وهذا اللي قال لك شي مثلا حاضر له حكمه عنهم يسجلوا امتنعوا من يسجلوا دروس وهذا عندهم ما فيش دام ذا الطيب اللي قلت لك زين زين شي جو الصا لا يقول أنا الصا عن هذا عادل حساب ثقافتنا الموسيقية ذا الطيب عاد على حساب ثقافتنا الموسيقية والطيب ملي في أخبار نشر الثقافة ثقافتنا بجميع أبعادها عنه عاد على حسابها به اللي هي مادة ما عندها أرشيف ولا عندها عطاء تواصل بين الأجيال إلا حكم متى تخالق نعود خالق أمرأ منين صادوقة تعرف منين تترد شيء عن حد من الناس اللي تعرف عنه مقر الشعريهم تعايش معه تقول يا الله لي مش به هذا اللي ردانا هاي بالكل حتى انا يا الله لي مش به اللي ردانا بالكل زين حتى وهو بعد حق زين حتى زين حتى سمعتوا شكرا شكرا جزيلا لين عاد لكم استاذ والله لين عاد لكم سابق نجي لمحمدكم بعد تقول لنا وش في المقام نعود نجي له قبضتني لما تحانا قنبتها ونبان كنبان ويا وين يا نبكمت كنبان كنبان ويا وين يا نبكمت يا وين يا نبكمت كنبان كنبان ويا وين يا والله والله بيضي تشوفه بيضي لا نقول عندي لا إضافة للأخبار اللي تقول الموسيقي قلت عن السيد تلقاجهين ما يتواسى نسيانهم السيد أحمد البوبان
رحمه الله عليه، ومناتح مساوي الببان اللي اني لبعض اللي خبطت خبيط تدني تفاردين قال مختار الميداح رحمه الله على الجميع. سولوا عنها والسيد ابراهيم قالوا انت اخبطت تيقوات منه تيقوات مني، قالوا اخبطت تيقوات قالوا نيله واخبط الرجال نيله به اللي دخلت دخلات الطرق الثلاثه تخبطهم هي واخواتها يخبطوهم فاردين بدون عنهم يبرم معصبين في الدخول. وهذا بالحقيقة واعر ذاته كي شي كذب غير باطل جديد احنا نعرفه الحمد لله تحنك بي الحكمة زين حتى اسمعتوا زين حتى اذن كوبان قولي لنا شيء في البيان عدو جلال استاذ محمد. طبعا ذكركم مستمعينا عبر أثير الثقافية والإذاعة الأم وجميع محطات إذاعة موريتانيا وعبر قنوات شنقيط والوطنية والساحل عن هذه منصة الليلة، منصة استديو الفتوة موضوعها أبرز ملامح الفتوة. استضافوا لها كل من السادة الشيخ والسيد المختار واللبان والأستاذ لديب أحمد واللبنو والأستاذ لديب محمد والبوبا والفنان المتميز كمبان نتالي وركة. وطبعا هذه منصات الليلة إن شاء الله لا يتنظم تتالي إن شاء الله يشرف عليها مجلس خبراء الثقافية. لك تقولي شو أستاذ محمد طرقنا قبل أدب النخيل ثقافة النخيل، نختار لك تكلم للمشاهد والمستمع والنقاع كاملين هاي الثقافة حدثنا عنها شوي. فعلا أدرار منطقة واحات ومعروف عن موسم القيطنة موسم سياحي أرياحي وتجيه الموريتانيين كاملة من كل الوطن من أجل الاستجمام من خارج قاع. فعلا القيطنة هذه اللي ينقال لها النخلة هي والنائق ينقال لهم العليتين وهي عندها خصوصية اللي هي النخلة لأنها أولا بها الشجاعة تموت واقفة دائما زي محمد واللي تعطيهم اللي ما انطلبت يطيح شي يقولوا له احنا الطياح يطيح باط هكذا. فعلا القيطنة عندها شروط حد جل القيطنة يالتو يلتزم بها. حد يدور الصحة لابد أن دور قاعمز تنحكيها هنا تياها شروط القيطنة لابد أن يعود لها يمشي عنده عوين هذا قاع قلته مظلوم لابد له من العلك ولابد له من تجمخت ولابد له شي من ميو ولابد له من قرته ومهراز ميو ذيك ميو البن محمد صالح لين قالوا خوفي قندي هذا يالطو يمشي به وإلين يجي إن شاء الله. على كل حال لا هي يمشي طلاعية يعدل وشين قال له تقلع نقوله إحنا ولا هي قلع له وإلين يقلع له يالطو عود طارح لا شين قالوا لحراز شين هما كارن شي عود دافي والله ملي كارن ملحم يعود لقاجية
الى فاتي لين كان ديك تقلي عندي تعود مقاسمه يحمي شي يقولوا يحمي يحمي زي. يحمي معناها على انه اما عقب التقليعه لا هي يشرب كار من النشا والله ما اللي يتراشى من ملحم يعود ندي عليه شويه من الدهن ودائما حلا هذوك الشروط اللي قلت قبيل لعل يحس بشي والله شيء ما تشمخت الدسم والمهراس حالته عاد ما هو قصاص كيف نقولوا احنا الناس ما هي معركه عاد الكتله شي قالوا الكتله ها هرقاش ما دروسه ما مانعين ما يقصص عاد الكتله وتو شي قالوا الكتله الكتله مهمه من اللي وهذا قاعد نستنطر نقوله في النص اللي عندي في اخبار والله وصلوا وصلوا وقال الأميرة سيد احمد احنا عند الله راجعين جلطار مراجعين ونصلوا فيهم طولين بعيد من دمات نوف كنوار مطلعين الحمر وتجبات الحمر وتجبات تجبات تعرف الحمر هم اعلى شيء عاقب الحمر تمرهم ما هو معقول هم اللي تاربين الحمر يجوا عاقب ياكل المداين يجي المدينة القيلانية وتجي المدينة الأمينية زين حتى هذا بعض فيه تفصيل إن شاء الله ونستندر نقوله هنا تياه نين الحق البتيت زين حتى لا هي عندك شيء تحكي في المقامة في المجال في الموضوع عندي لا في أخبار النخيل عندي لا في البتيت نعم زين تخطى الله نعم قصوك الشيخ مرحبا خرج سيد حكينا هون لا في الموضوع إلى قد يعود ما لنا قبال عندنا شيء هون نص قبال يعود متقيد بالموضوع اللي هو موضوع الفتوة في هذا إذا عدتوا تختيروا لنا نحكو لكم شيء من دبير وتو والله والله تفضلوا الوقت الكور الشرق انه خريف عاقب جدب وما فيه ريف ريف يحثي ونسيف من السنين ترماته أمور ملي مات كيف سدر والطلح مات ومات ولا نعرف كان وات بقرفة تيد ومات ومات والله يا كان زاد تيد ومات وما مات أحيو الباب زين حط أحكو شم الغزل شوي لعادي قد دامو في الحق في قايعك وانا نبقيك وطايعك من يوم دخلت مشارعك عدت من الناذي وافي ولا مولانا سالعك للقيرة والفيافي ما في حد مشارعك ظاهر فر ولا خافي انت مولانا صايعك في البال وعزك دافي وانت اللي لك متكاملات لعاتي ولك تقافي واللي لك طلعي كاملات خرجت وزاد وقافي الله 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 هيكم بان نقول الشعر هون نعود وراه طبعا الشعر عن ذم فقرة لتبرع حاسة بيكم بان وهم اللي طلبات خارجين مزنة لينجو إن شاء الله في الليل تفضليكم بان روحي من طاعة وشعر اللي يبيه اي روحي طاقة اي روحي بالصاعة شور اللي بي وانا من طاعة وانا مطاع ما كانت فيا جبتك بذراعي ذراعي ذراعي جبتك بذراعي وقراي قافية وعقبت لي وعقبت لي عدت الهافية وعقبت لي عدى الهفية
تاس دبيت لزمة وسرية بيا تاس دبيت لزمة وسرية لزمة وسرية بيا تاس دبيت لزمة وسرية بيا تاس دبيت هي اللي بيا 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 وبيا تاس دبيت هي اللي بيا بيا تاس دبيت هي اللي بيا بيا تاس دبيت هي اللي بيا كترت بتزايوين كمبان عشية كترت بتزايوين كمبان عشية محمد نامي والأحمد دية محمد نامي والأحمد دية محمد نامي والأحمد دية والله إن حصرتك شاك عن قريت جيبية كمبان هو غالي ما نسيت اسمي شاك عن المنجح كترت بتزايوين كمبان عشية كترت بتزايوين كترت بتزايوين كمبان عشية محمد الأمين لأحمد دية محمد الأمين والأحمد دية سكحت لاني من زين لانجيسو بان حرور ذا قلتي فيا كمبان حرور ذار قلتي بيا بيا زين الشار هو وانتي 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 بيا زين الشار شار هو وانتي قلت له عندي الوقت ليك اللي حزمة قلبي والنية ليك اللي حزمة قلبي والنية راهي لزمة فلدي راهي لزمة فلدي راهي لزمة فلدي زين حتى زين حتى إذا لقيت يسوى دانج تفضل دانج أستاذ أحمد مازلنا هون في الجيم بهذي مزاح لا يجيب دور هون. أستاذ أحمد لا عطفنا على الإيفنت قعدوا ذمة. ملاحظ واستغرب طارق من الشيخ قضية عنه ما محضر نصوص في تقعيد اللي قالوا الفتوة. شفت ياسر في بعض المناطق يقعدوا الفتوة الفتوة هي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا كذا. كنت مثلاً بيت تذكر لي نص يعود يعدد لي الفتوة. ذم نصوص في ذا الميدان نختاركم من صحة التعبير رقميا الله عددية تعدوا لي الفتوة هي كذا 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 لا نقولها بكلام الحسانيته نثرا والله شفت الفتوة ما هي لا يتعرف مفهوم من مفاهيمها ما عاد وارد فيها ولا نعطاها مفهوم ولا توصف بأي مفهوم من مفاهيمها ويجيبها ويوفيها بحقها هذا هو الفتوة سمعتوا غير الفتوة تنقال العقل وتنقال الحكمة وتنقال الأخلاق هذا سابق معرفة شيء خالق شيء ينقال له معرفة شيء لابد منه قاع اللي هو حد حالق وحكيم ما يحكي شيء ولا يسمع شيء ولا ينزل شيء لا يتم له خاصه شيء قال المغني الفايت نبغي نجبر حد بباله ينزل عني شي قلته وننزل عنه شي قالوا نبغي نجبر حد بباله يعود فهمني وفهمته ننزل عنه شي قالوا وينزل عني شي قلته هذا هذه مو والفتاة يا تعود عنده
سلوك الى ان شاف سابي يتكلم اللي نعرف عنه فتاة بعد قاع حق سابي يتكلم بعد سلوك شكلي مثلا سلوك شكلي ينفهم منه قالوا عن قابوني الى كالف وقلاش اللي صار شافه مشيته هاك زين هاك سمعتوا مثلا كان الفتاة الى ان شاف هنا لي عن اللي خارج ركاتي عن الناس كاملة قاعد تفوتيها حق يغير كان الفتاة بعد الى ان شاف لا هي نعرف عنه فتاة من حيث لباسه لباسه ومشيه وقعاده وحركاته وكل منطقه لك سمعته ويرتو إلى خال من إحدى المواعين ما يطيح كاس من الكساء يسلكوا منه يسلكوا منه ولا 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 يطيح بالراد من فوق ريشه ولا يقول ما 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 يقول كلمة مولي فوق يصقي بها إحدى مدة يزعجها ولا عاد لا يكركرهم على مدة والله على دهره يكركر بالشور ويبعد تكركيرو مولي بذلك مولي من تلاحق وتكركيرو وتقارب وداكينو ما هو زين يخلع قاعش يكون مدى عن جايه مجنون والله عن جايه حد إلى ودر سارق والله شي فهمتك ويعود الباس وزين بمكارم الأخلاق يعني يعود رقاج هندام وزين هل سمعتوا هو رقاج ذوبك يكرمك قبل جلوسك وعلمك لا ينفعك إلا بعده الفتاة رواية متينة وكبيرة لأن أحكي لكم هناك بعض قصة نعرف مشهورة عن الحجاج بن يوسف هو الفتيان الثلاثة اللي مشي صاحب الحرس عنه يتحسس في الليل على إيش برم باتروي عند الحركات يبقى لعلى إيش برم مدة تعرف ماشي في الليل ماشي ما هي الله تعرفه فهمتك والله لصوص والله شيء لا قصة وقصة من الزين من الزين القصص في تاريخ العرب هاك جبرة هدت فتيان وكلهم سولوا مناد من بهلة تعرف صاحب صاحب الحرس قال له قول تموت الثلاثة قولوا لي قوم تموت الثلاثة اجتمعتوا لين عدتوا تهدوا عن العقاد العقب الليل التالي وتمشوا تستدروا انتوا من هم انتوا الأول قال له انت قال له انت من هو قال له أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها تأتي إليه تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها سكت عنه خلاه قال هذا الدهر من قرابة الأمير تبهليل تعرف وقلت الفتوة قال انت من هو زانت الثاني قال له أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود قال هذا لعله من أشراف العرب لا قدر تبهليل المل ولا عقب يعرفهم يعرفوا بروس من بعض الصبح سول الثالث قالوا انت اشتميز انت تتمشى قابل لي قالوا انا ابن الذي خاض السيوف انا ابن الذي خاض السيوف بسيفه انا ابن الذي خاض الصفوف بسيفه وقومها بالسيف حتى استقلت اخبرتهم شوي أنا ابن الذي خاض الصفوف بسيفه وقومها بالسيف حتى استقلت ركاباه لا تنفك رجلاهما ركاباه لا تنفك رجلاه منهما إلى الخيل في يوم الكريهة والتي القوم الثلاثة عقبوا عاد منهما هما كلهم لاغز وتوفي دوريا صاحب الحرسين شطان عنهم يكانوا ما يكردهم في الليل قال الأول من يستولوه عقب عاد حجام بو حجام من ابن الذي دانت الرقاب له حد لا يحشم حد يعدلوا الحال قال هذا لعله من الناس اللي قرباء الأمير يعدوا خايفة منهم الناس ولا حد حجام الثاني اللي أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره عقب عاد بوه فوال من لا يبيعته في مطعمته عن صاحب الرستورة طلعت عندما تباعد الثالث أنا ابن الذي خاض الصفوف بسيفه وقومها بالسيف حتى استقلت ركاباه هو يحيك حائك ابن حائك ينزل ينسج زين وهذا متباعد زين حد وهذا وسهل قال تعرف قال لهم حجاج قال لهم يا أخوت يعلم أولادكم الفتوة زين حد والله قال لهم لو كانوا ما هم فتيان يدني يقطع رقابهم وهو هبل من الشد الأبيات اللي تنسب للشافعي كوني ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب صحيح ليس الفتى من يقولها أنا لا إن الفتى من يقول كان أبي صحيح شكرا جزيلا أستاذ أحمد محمد
عندك إضافة على ذل قلت البين؟ فعلا الفتوة كيف قال الأستاذ لا بد لها من رجاج بعد يعود كيف يتعلم الأدب، والأدب ذلي منه خاصة اللي هو الأدب قلنا عنه قسمين، قسم موهوب وقسم مكسوب. اللي مكسوب كيف كان يقول الأديب هو التعلم والشعر وما يتعلم بالترويض، والمكسوب هو الكرم والشجاعة والجود. إذا يكتملوا عود فما تعود الفتوة صبحة تامة. زين حتى متابع سيدنا شوي تفضلي. قلت لي انك ما باط قضيه الفتوه اني ما قعدتها له. ما نص الفتوه لعدتها هنا عرفت. لا قلت لك عن باط الفتوه بالنسبه لي انا ما حضرت الواد. كانت قلت نجبر نصوص والله تعود تعطي معنى الفتوه بشيء غير انا ما حضرت لانك اتصلت لي وقتا للغرض اللي قال له الفخر بعد ذاك منه اللي قلت نحكي يعود فيه دائما الناس ذاك تفتخر به اللي يدخل في الفتوة. الله ناس كاملة كانت في ميدان الفتوة تعود انداد فيه، كلهم اللي حاولوا كانوا يعود ندل الآخر في ذاك الميدان ذاك. زين حتى تذكر قصة لك قلت لها ردها عليكم ذاك ما هي طويلة. هي فيها الغنى كنت أختار نحكيها. الله يزين أنت تقول نحكيها هم هذا ما هذا قلت نحكيها لها في البتيت. البتيت أو زين اللي تحكيها لنا في البتيت. والله يحكيها لكم البتيت. شو من 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 الفخر من الفخر اللي يدخل في الفتوة قلت الولي ولي الشيخ يبا ما قد طخطاني هو زين نسمع رداته كاملين فيه يغنوا المغنيين يغنوا فيه معايا بيقول عود على ردين ومن أحيت ونحاية ونقدم ورد موردات لغنه ومجو مستوردات حماية ما هم باردات نحاية للنحاية بين نقيقة مود ماردات وتيم الشطة الحاية ونقدم عدل ذاك هاك فغنايا راس رواية غير اللي خفت عود ذاك فغنايا ونقدم عدل ذاك هاك فغنايا راس رواية فغنايا غير اللي خفت عود ذاك فغنايا راس رواية وغنى من المغنين والسهل مولاي في التدينيت وفاردين والقصبة والزوزاي كمبان تبرع داجوز قال لي فيديو والله شنو راهو شعبيته وثقافي يوم اللي مديرتهم اللي مريم رانا محيينا رانا بحيات محيينا حيينا دكتوره مريم موت مديرة ثقافية داجوز قال تبرعته والله 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 إذا سبق الشيء ما يشين عند بدراير ولد العدى والكائنات ضياء ولد العدى والكائنات ضياء وضم الزمان الزمان تبسم وسناء ضم الزمان زمان زمان تبسم وسنا ضم الزمان ضم الزمان ضم الزمان تبسم وسنا ضم الزمان زمان 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 تبسم شوي.
صبري على اخرى ديرت المقصد ديرت المقصد وردست ولا لحقت الحد. يا نماها يا نماها وديرت في مقصد وردست ولا لحقت الحد وردست ولا لحقت الحد. يا نماها نماها خالط للدلال قصر رشاه وطول نيوان قصر رشاه يا نماها وخيالي للدلال قصر رشاه وطول نيوان قصر رشاه وطول نيوان. زين حتى نختار نقول عنه التبرعات خلينا نقول عنه التبرعات لديبة والبراعة المبدعة ديدة مثل البرناوي ورانا محيينها من هذا المنبر. ويتميز تبرعها عنه عنده عمق في اللغة لهجة الحسانية. الله يلحق الله يلحق الله يلزم. يا نمها ويا نبار تكلم عبر قول انك متلم أبرقو لأنك متلل يا نوى يا نوى. هلا تبرع وتومن تبرع تلي غربة تبرع زين زين نبت مباشرة لأن الوقت الفني الشيغلي مازال أقل من ربع ساعة لهي نحاولوا عنا لهي كومبان نجيب ردا نعود نقصدوه تي لا تستفيد حيل بتيت ذكرى كنت لي تقول قبيل فطر والله كنت تقول على ان الادب ان بعض ما شاء الله مجتمعنا الموريتاني انه يتصف بالكثير من الادب والفتوة في جميع مناحي العلوم صحيح وقط خلق عالمين المراب طباه المحمد الامين والعالم بيدر والامام محمد حسن الامام كانوا فتره من الزمن محرمينتين الاثنين علم بها عبد الرحمن البكاء عبد الرحمن يشربوا الله واني بالجامع يا خي بشارهم يقول لهم لباه وبيدر والروات قول لهم فمه اللبروات عن تايب لا مسكرات ولا فيه الشبه اللي مقيول
النقاع من الطيبات سيام العاد المفتول، واحنا مولانا فاتيات قالنا فيهم ما يقول يا اخوتي عن الطيبات كلهم مشروب موكول. زين حط رد عليها بيدار العالم الجليل اللي أعرف رد عليه يقول نص براوت عبد الرحمن فتاي اللي للناس يقول ما هدري اللي جاب القرآن وله فيه مفصل مجمول، وقولي لي يا مهل براوات للداني عن ظاهر ليات ما هو لاهي يمحي الشفات بطوا فيه العلم الفحول، عرفوا بلوا بالفقهيات والمنقول البحث المعقول. وقولي لي يا مهل براوات للدان اللي راجل مصقول ياسر ما هو مسكر وعيات تطرى فيه الحرمة وتزول. زين حتى لا أشركم هذا توحى القضية. زين حتى أستاذ أحمد شوفوا ختاما للوقت. لا بصفة قصيرة للأمانة العلمية رواية التقبيلات هو المختار للأمة للأمانة بعض علمية قيللتها شوي سيدي. هو تعرف تم يطرح لي من يتبقى وحدهم تم يطرح لي من الأسئلة ولا يزيد 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 مستواهم قوتهم أصبحت سنتالوا بأحكام بالعشرين الواجبة وش نورات وتم لا يزيد أقل منين أحكى لي الأبيات وعرف عنه هو وقال سولين سلم عليه السلام سلام وباط عليه الله يعدل. قال أنا حق الله أنا الليلة عايد بيت نقرية مختار الأمة أحكام الصلاة صحيح. خارج محوار كنت اختير نتكلم عليه غير الوقت قصار لين في حلقة أخرى اللي قالوا الطبل ومتعلقات الطبل زاد هو ثقافة صحيح. واسعة وفي هاس من أخبار لعب الدبوس ثقافة لعب الدبوس وهذه يتعلق بها كامل اللي نعبون عدله إن شاء الله إن شاء الله. لا يتكلمنا عن خلاصة وتوك خلاصة الموضوع اللي كنا نتكلم عليه لا نقول عن الله مختصر لا نقول عن هذا اللي تباركت معها إذاعة موريتانيا بإنشائها لهذه الإذاعة خاصة تعود بالثقافة عنها سابقة قطعا في تاريخ موريتانيا حسب ذا اللي أدركت أنا بعد منه وعنها فكرة رائدة نتوقع منها إن شاء الله وتعود واعدة وتعود تنهض بالثقافة في جميع أنحاء موريتانيا بجميع أبعادها ونتخلص ملي من هذا اللي كنت أنا شاهد أخبار وقبيلاتي من ذوك العقبات كاملات اللي تتعلق بالتاريخ واللي تتعلق بالشوائب كاملة نتخلص منها. إياك نعود وفتحنا ثقافة منفتحة بمعنى الكلمة ولا تخرص جهة من جهة ولا تخرص ثقافة من ثقافة تعود شد أخبار كاملة وكل أرياحية وبرياضية. زين حتى عندكم ناس لي تختموا به طلع والله تفضل. والله يا خي لا هنا نختم لكم بطلعة هناتي قط قلتها لا في أخبار دبلوماسية محمد حسن لبوات دكتور أنا صاحبي حكى الغزل واختت نحكي منه شطايب بعض قلت أنا واللي منها ممكون وطالف سابق نقولها قلنا نقول محمد حسن لبوات عنه قام بدور رائد دبلوماسي في رأب الصدع وفي التوفيق بين الناس اللي كانت واعرة لها تساقر. قلت أنا واللي منها ممكون أنا واللي منها ممكون في دقيقة ما خلات الكون يا هنا ما هي من هون ودون إن ده رحنا في الدقيقات ولا شغلة ذاك الملعون اللي ما توفى لا سنتات ولا واه اللي ولا لا ينفع فيها يكون محمد حسن ولا أبوه. أستاذ محمد يقول محمود ولا الأمين في أخبار القيطنة يقول حامد ربي في الواد والخير اللا مبجوج بالغ طفشنا زاد وبالغ زاد الأبوج هذا أصل المسميات سابقة القيطنة عند الصنة الصين هنا تياها قصار قول يا الواعد موسم القياطين اياك تصح اسمع العوين العلك وتجمخت الشعين من ميو وقرثة والمهراز يا الواعد موسم القياطين اياك تصح اسمع العوين العلك وتجمخت الشعين من ميو وقرثة والمهراز ودقيقة زرع مطحون طحين املس منقي بالتغياز ومنين تحط في الماكين وتجيك السلامة تتلاز عاقب مشيك عاقب همشي لك في الحين طلع بعبون يتهاز
يقلع تقلي عن الصين نص بلح والنص اللي جاز تدرمي يضاوي حسين وتعود محضر لك الأحراز كار إن شاء الله كار سمين تحمي بصح الجهاز والله ما تختير بيقين تقصص خايف من للغاز أقبر لك مهراز محقين في الصيف على الكتلين حاس وقال له يلا لي مزين ما هلفش ملزم حاجة كيف مبونش يلا لي مزين ما هلفش ملزم حاجة كيف مبونش وتشوري العراش معشش فيه اللون وفيه التنقار أحمر وأصفر كيف إنه خش ليديني طيح كل نهار فمك مامة ومير العش الطير اللي فمه جقار أحلقا عمناش ويرهش زين بلد فمه ما يمرار يحلاو ويزهى عند الطش والرش الثمار بالعار ملزم حاجة اللي قطان فيه زابر من الأعراش والأسرار تتمونك بعد منين تجيه النزهة في الصيف الخطة مزين حط نختمو نحكي طلع على المرحوم أربان والله 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 أربان يقول عارف يلبان التجال اللي في الجملانية مازال فم عارف عنها يلبان مسهلها بينات واخل والقلب اللي شرق بذي الحال فم وفم بلد الماخل وقليب التماية ما حاد يلي عمن نمان واخل عم بلو التيدو مزاد الماخل مزالت ماخل هو اللي يقول فرع الجرك المسيا العبار اللي فيه الجرك والحجار ويجوه مسايل من حمار الحرج ذاك المسيا نبقيه بي انا اعرف فيها انا دار نعرفه في الدهر تقليه احسن بيه الدهر وصد قبل غير الدهر تفو بيه ما يحسن بيام على حد ما بيام خرسالي وانا اختي باطن نقول لك خلاصة اني اعود واشكرك مرة اخرى على حقيقة استضافتك لي مع هذا جهابي ذا مع الأستاذ أحمد اللي طالما تمنيت أني نعود معاه في حلقة والله أنا جبر وباط من قريب الحمد لله اللي جاب لكم الثقافية أيضا الأديب الكبير إذن مع هذه مولي العملاقة صاحبة الأصابع الذهبية أشكرها شكرا جزيلا كمبال لا تختمينا بشور نعودوها لا ينقص كمبال لا يترجم كمبال دوري ترجمة قطت لي بهالي باطر قاشت وترجم في اللغة الفرنسية ترجم طلع لمحمد اليمين قايلها البنك طلعت البنك يا أخوتي من هنا قاعد إليا إن بنك كجنف دري باسيتي ولا طلعة طريتها خالق بنك ولاني ساميهاش محمد اليمين قولها لي لك ترجمة خلي هذه ل إلى حلقة أخرى شوك على الثقافية كمبان شو تختمين بشور هون عندهم سلب هذه يا محمد هاي ماريا زينة ونقية تتبسم بالفم الفالح ما نورد نوما ما هي ليلى يا ليلى يا نوعد التور شرب المارح عنا يا النبي زين وفارح الناس اللي تجنب البقر والخط الزين للمولى وحايا وانا جلبي الله اكبر ليلى ليلى ما تحن نبي جلبي روح عنا يا النبي زين والتحوال شافت عيني كمك طايح ضاح البال وضاح حتى الليل
وسات الخير تطيح حدا يا النبي حدا يا النبي زين وبان حزين الليلة حزين الليلة زين 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 البارح شلتي بزوان بشيلة شلتي كمان شلتي بزوان بشيلة حد انكرها شلتي بزوان بشيلة حد انكرها عنك مالح حد انكرها عنك مالح والحفل والحفل الوسات الليلة زاد الثقافية صالح والحفل الوسات الثقافية الليلة والحفل الوسات الليلة والحفل الوسات الليلة زاد الثقافية صالح يا زاد الثقافية صالح حنا يا النبي بالح ليلة يا ليلة يا ختاما الفتوة ما هي قولان قاف وتوف ولا هي تفنان فالزوان وتوف ولا الشان جاي وتوف تبطل الرياح من الأجداد ولا هي روغان بحبالية الدار التزداح ولا هي جهل أحكام القرآن ولا هي جهل كلام الشراح ولا هي جهل مولي العيان ولا هي شين الخطة في الألواح ولا هي تصديرة في الوديان ولا هي لعب صراندة في البطاح ولا هي كثرة شي الخرفان مع قلة لوحة تلتاح ولا هي كره المد العجلان ولا هي مد معاه التشباع ولا هي شين الصنعة وفلان أضعق من طويس وكساع ولا هي شين التخمام ولا نياويت للفاضل الدراح الفتوة هي عنوان معالي الأمور في القباح وهي هي درز الفتيان اللي عرفوا بين المباح والمكروه وبين الظوان والتوزان وعادوا السراح كبر الخيم وعادوا بعنان سنين في المروة السراح وشوف باش تفاصل ميدان الفتيان وفيهم تلتاح عود بحظك في العلم وعود وذناك بيضة وطفي القباح ودي وعود من أهل الجود تستفت والله تسترى والله إله. إذن في نهاية هذه المنصة مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الثقافية ومستمعينا عبر الإذاعة الأم وكافة محطات الإذاعة ومشاهدينا عبر قنوات شنقيط والوطنية والساحل أشكروا باسمكم جزيل الشكر الفنانة المتميزة كومبان من تعلي وركان وفرقتها حمادي والنقذي والمشعشع والشكر موصول لأساتذتنا الأعلام الكبار الأستاذ الأديب أحمد والابنه والأستاذ الأديب محمد والبوبة والأستاذ والأديب والزميل الشيخ والسيد المختار واللربان والمحم وهذه تحياتي وتحيات مجلس خبراء الثقافية دمتم في حفظ الله ورعايته.